أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة بآخر تطورات فيروس كورونا في مصر وتطورات إعطاء اللقاح للمواطنين. اليوم استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي جهود مواجهة فيروس كورونا وآخر مستجدات التعامل معه وموقف توفير وتلقي اللقاحات. وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى إشادة تدرس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في القضاء على فيروس سي، وذلك أثناء حديثه أمس عن تلقي أكثر من 9,400,000 شخص على مستوى العالم العلاج الخاص بالتهاب الكبد الوبائي سي، وذلك بزيادة قدرها 9 أضعاف منذ عام 2015. وعرضت الوزيرة تقريرا تضمن إجمالي إصابات فيروس كورونا عالميا وكذا إجمالي أعداد الوفيات، كما أشارت إلى إجراءات الحجر الصحي المتخذة مع القادمين على رحلات عدد من الدول. وتناولت الوزيرة خلال الاجتماع مستجدات توريدات أجهزة الأشعة المقطعية، موضحة أنه يوجد 17 جهاز أشعة مقطعية في ميناء سيتم توزيعها على المستشفيات خلال الأسبوع المقبل. وحول فعالية اللقاحات في ضوء تحور فيروس كورونا المستجد، لفتت الوزيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت أنه لم تظهر أي متغيرات حتى الآن تقوض بشكل كبير فعالية اللقاحات. وأضافت الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني بمصر تكفي لتصنيع حوالي 2,000,000 جرعة من اللقاحات، كما تم استقبال 500,000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، ومن المقرر تصنيع 40,000,000 جرعة من لقاح سينوفاك، وذلك بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة القادمة. وتابعت الوزيرة في هذا الصدد أنه تم الاجتماع مع وفد من الخبراء الصينيين بفاكسيرا تمهيدا لبدء تصنيع لقاح سينوفاك بمصر، مشيرة إلى أن فاكسيرا ستصبح المصنع الرئيسي لشركة سينوفاك الصينية في إفريقيا. وعرضت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم جهود التوسع في أماكن تقديم اللقاحات، مشيرة إلى أنه على غرار أرض المعارض سيتم افتتاح مراكز كبرى بكل محافظة، وأنه تم البدء بتجهيز مراكز في الإسكندرية والشرقية إلى جانب الجيزة والدقهلية وأسيوط. وأشارت الوزيرة أيضا إلى أنه تمت زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز اللقاحات لتصل إلى 403 مركز على مستوى الجمهورية بمعدل 110,000 مواطن يوميا، وتم افتتاح 26 مركزا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للجهات، كما تم توفير كافة اللوجستيات لتلك الجهات التي تتمثل في من تم إدراجهم بالمنظومة وكروت التطعيم، واستمارة الموافقة المستنيرة في قطاعات البترول والكهرباء والطيران وهيئة سكك حديد مصر وهيئة النقل العام وهيئة قناة السويس، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس وأسيوط. وأضافت تمت إتاحة التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم 15335، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف. وكذا تمت إتاحة ذلك لدور المسنين، وتم تطعيم مرضى الفشل الكلوي بالمحافظات وتوزيع سيارات للتطعيم في أماكن صرف المعاشات. وتطرقت أيضا الوزيرة خلال عرضها إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم 157,000 من مشرفي الامتحانات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة. وتابعت تم التوسع في تطعيم المواطنين في المناطق الصناعية في محافظات السويس والشرقية والإسكندرية والجيزة والقليوبية. واستعرضت الوزيرة نماذج من تطعيم المواطنين في محافظة البحر الأحمر، وذلك للعاملين بقطاع السياحة والموانئ البحرية ومراكز غسيل الكلى وفي الأديرة أيضا، مضيفة أنه في محافظة سوهاج تم التوسع في 14 مركزا للتطعيم، وفي أسيوط تم تخصيص 12 مركزا لتلقي اللقاحات بخلاف مركز التطعيم الخاص للمقبلين على السفر. أما في الدقهلية فتم تخصيص 16 مركزا لتقديم اللقاحات. واتصالا بالجهود الخدمية لتقديم اللقاحات، أوضحت الوزيرة
أنه تمت زيادة عدد مقاعد الخط الساخن إلى 80 مقعدا لاستقبال الاستعلامات الخاصة باللقاح بعد إعلان بعض الدول عن طلب وثيقة التطعيم قبل السفر. وفي سياق آخر، تناولت الوزيرة جهود حملات التوعية والتثقيف الصحي، حيث تم زيارة 5 محافظات ساحلية وتقديم التوعية للمطافين هناك، وتم تقديم التوعية ل 250 ألف مواطن. إلى هنا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية التغطية. بالتأكيد دوما بنوافي حضراتكم بكل جديد فقط وحصريا على شاشة تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.